حبايبي اليوم بنسوي أحلى كبة لبنية مع منتجات ندل. المكونات 3 علب زبادي وكوب لبن من ندك، 4 حبات كبة مقلية، من ملعقتين لـ3 نشا، ملح وفلفل أسود، كزبرة وثوم ورشة زيت زيتون للحبايب. في البداية حنضرب في الخلاط الزبادي واللبن والنشا، وبنحطهم على النار ونحركهم إيدنا فيهم ما نخليهم ولا دقيقة، وبعدين بس يثقل الخليط ننزل الكبة اللبنية ونسوي طشة الكزبرة والثوم ونرشها بالمكسرات، وما في أحلى منها. وبكذا نكون سوينا أحلى كبة لبنية مع منتجات ندك.